嗯。Mm. قاتل عبد العزيز وادي حياك الله يا اخوك في تفاصيل مع مشاري. الله يحييك يا ابو يوسف ومشكور على الاستضافه هذه وامسي عليك وامسي على الساده المشاهدين وان شاء الله نستمتع بهذا الحلقه. اللهم امين. حبيبنا عبد العزيز قبل لا نبلش في محاور الحلقه نبيك تطمن الجمهور وتعطيهم فكره عن اصابتك الحاليه عبد العزيز واذا كان في جدول زمني انت ماشي عليه والمتوقع العوده شنو راح تكون؟ شوف اول شيء ابو يوسف انا ان شاء الله الامور طيبه بس انا بذكر يمكن الناس مو فاهمه شنو اصابتي بالضبط أه الناس يمكن تقول اصابه عندي مزمنه اصابه أه هذه صار يصاب من وانا صغير هذا غير صحيح تمام اول شيء ابو يوسف انا يمكن منمسك أه من, من مسك ناصر الشطي مدرب ناصر الشطي مسك الفريق أه في نص الموسم فهني انا كنت اعاني بالركبه كنت احس فيها فطلب مني النادي ان انا اسوي اشعه امراي ورحت سويت الامراي فعليها قرر عندنا دكتور في النادي قال ان انت تحتاج عمليه تخيل فنطرت انه يخلص الموسم ورحت عند الدكتور وحط موعد حق العمليه فقلت قبل لا اروح اوري الامراي واخلص قلت انه اتجه حق دكتور انا اعرفه ثاني برا الكويت فوريته الامراي وقال لي انت مو 100% تحتاج عمليه. فرحت بلغت الشيء هذا النادي قلت لهم يا جماعه ترى انا م... يمكن مو 100% اني احتاج عمليه تمام يمكن في شيء ثاني تقويات اوبر غيره. فالنادي قال لي احنا الدكتور هذا نعرفه ونثق فيه وانت توكل على الله روح سوي العمليه. فسمعت كلام النادي ورحت توكلت على الله رحت سويت العمليه. شنو نوع العملية يا عبد كان؟ كان هني عندي تنظيف في الغضروف سويت، مم. فبعد العملية قبل ما طلعت من الإفاقة وصحيت آه يعني الدكتور وراني قطعة هالكبر، مم. وقال لي هذا اللي كانت هذا اللي كانت مديتك؟ شنو هذه القطعة؟ طلع الدكتور شايل قطعة كبيرة من الغضروف، إيه؟ هذه إشكالية ترى؟ إيه، مم. فهذه القطعة يمكن اذتني ليه ما وقفت مره ثانيه يمكن انا رجعت بعد الاصابه ولعبت خلالها ست مباريات اللي لعبتها اخر مباراه لعبتها كانت امام العربي ثلاثة واحد خسرنا ايام المطر اتذكرها اللي بتر قول فيها صحيح هذه اخر مباراه بعدها رحت المنتخب رديت من المنتخب قبل مباراتنا امام العربي في نهائي كاس الامير اولي العهد ما اذكر بالضبط اللي خسرنا 3-0 ملعب الشباب. تمام. اذكرها ولا لا؟ هني قبل التمرين طبعا وقفت من، وقفت التمرين قلت ما اقدر اكمل ورمت علي. ويوسف خلال الست مباريات هذه اللي انا لعبتها كنت اعاني من ورم بالركبه وعوار مو طبيعي يمكن الجمهور هذا والناس كلها ما تدري عنه. مم. انا كنت كمل مباراه وكنت احس بالام بالركبه وورم بريلي. يصير ماي بالركبة العزيز تنتفخ على طول أه؟ بعد أي مباراة بعد أي تمرين كانت تنتفخ مم. فكملت عليها بعدها وصلت مرحلة يمكن عندي صورة لو أوريك إياها تقول مستحيل شلون قاعد تلعب شكل مو طبيعي فوقفت قلت ما أقدر وكلمت النادي وقلت لهم إن أنا لازم أكشف عند دكتور وأشوف وضع الركبة مو معقوله كل مباراه قاعد العب وتورم علي واحس بالام فقالوا لي النادي خلاص انت شوف الدكتور اللي تبيه واحنا معك فوقتها اخوي كان بندر السلامه مسوي رباط وعند دكتور في المانيا فقلت له بندر ابي الدكتور اللي بالمانيا بكلمه بموضوع اصابتي فعلى طول يعني دز لي الرقم وكلمت الدكتور وقال لي على الاشياء انا ما اقدر احكم، لازم اشوفك. وبعدها اقرر لازم فحص سريري كنت مم. لازم ايه صحيح. فعلى طول يمكن لقيت تذكرتي ورحت المانيا انا والوالد وقابلت الدكتور. مم. فاول شيء قال لي قال لي انت ما عندك غضروف بالركبه. انت ركبتك ما فيها غضروف. شايل لك الغضروف الدكتور شايل الغضروف الدكتور وشنو اللي صار؟ يسبب احتكاك احتكاك عظم خشونه اه. فقال لي انت عندك خشونه عاليه بالركبه اه. يسبب احتكاك ومن تمشي اصلا تعبي ما اه. انا ما اقدر اقول لك يعني اذا سويت لك عمليه يمكن ما ادري اذا ترجع ما ترجع الله اعلم تمام انا بسوي اللي علي انه بطقك اوبر وقتها كان اعطاني ثلاث اوبر تزييت؟ تزييت آه. واعطاني ما ادري شنو اللوبر اللي قال لي احنا نجيبها من المختبر بالمانيا عندهم م. ومع تقويات وترجع وخذيت اللي قال لي يعني. عنه ورديت الكويت مع التقويات يمكن قويت لمده اسبوعين كذي رديت دشيت الملعب ماني قادر كن صادق ماني قادر ماني قادر م. فهم كلمت النادي قلت لهم ترى انا ما اقدر ماني قادر شيء ترد تورم علي مره ثانيه. فكلمت اذكر كانوا يمدحوا لي دكتور كوجت أسبانيا وعليها رحت عند الدكتور كوجت قال لي انت تحتاج عمليه، عمليه شنو؟ العمليه انه يفتح وخر صابونة م. ويحط ماده اللي هي ما بين الغضروف المفصلي م. والغضروف العادي. تقلل الاحتكاك؟ تقلل الاحتكاك. اه. قال لي ترجع بس عادي ترى مع الايام ممكن ترجع وياك عوار مره ثانيه قلت له أيه؟ اتوكل أو... بتلقى... على الله وبسويها خلاص يعني سويت العمليه وقعدت تسع شهور ورديت اللي هو موسم اللي طاف ولله الحمد يمكن كملت الموسم كامل لي قبل آه مباراتنا مع الكويت الاولى هذه ردت علي الاصابه مره ثانيه قبل اعتقد يومين كنا قبل المباراه بيومين قبل المباراه بيومين ردت علي الاصابه مره ثانيه ووقفت حاولت اني اروح برشلونه عند نفس الدكتور اللي سوالي العمليه فذكرني بالشيء هذا قال لي قال لي يمكن انا قلت لك ممكن ان انا ترجع لك تمام وكان عندي علم بهذا الشيء صحيح فالحين اللي انا ب... اللي قاعد اسويه ان بعد ما مسك مسي علي بسعد ندب طلال حبيب طلال فقال لي انا عندي دكتور في ميونخ ابو طلال خبره مسوي يعني ما شاء الله ست عمليات <applause> فقال لي انا انطر منك تقرير التقرير بالكويت هني يعني من الدكتور عندي هنا بالكويت <applause> فقال لي انطر منك تقرير عشان انا اخذ التقرير وادزه عند الدكتور اللي بالمانيا بميونخ وعليه يقرر شنو شنو يقدر يسوي لك إيه؟ إيه؟ هل انه تكمل تقدر تكمل علاج طبيعي عمليه <applause> هذا كله راح يبين مع الدكتور وخلال الايام الجايه ان شاء الله راح يبين كل شيء. هذا اللي انت واصل الحين. بالضبط. انت حاليا عبد العزيز قاعد تتمرن علاج طبيعي. علاج طبيعي عشان لا تضعف بس. بس العضل. مجرد تقويه حق العضلات. بالضبط. بس. بس. عشان بحاله انه صار في اي تدخل جراحي طبيعي العضله راح تضعف فقط انت فقط. تكون على الاقل بالسيفتي. بالضبط. تكون ريلك ماسكه شويه. يعني. واذا اعطاني الجرين لايت مثلا يقول لي بس تعال واعطيك مثلا انا اشوف عندهم هناك اللي أعرف انه بالمانيا هم مختصين بسالفه الركبه. صحيح. يمكن عندهم اشياء هناك ويقول لي تعال. ويمكن يكون عنده حل م. وارجع مره ثانيه واقوي وارد العب كل هذا ان شاء الله راح يبين خلال الايام الجايه. الايام الجايه ان شاء الله راح تقرر سواء المتحدة. عن طريق الدكتور الالماني. بالضبط. علاج طبيعي ولا او جراحه. ايوه بالضبط. أي. الله يسهل امورك. اللهم و... امين. وباذن الله. الله عبد العزيز لا تستعجل. باذن الله. اهم شيء انك ترجع تكون جاهز 100% ان شاء الله. الله يسهل امورك. ابي عبد العزيز نمر مرور سريع باللي تذكره مرحله بدايتك بنادينا القادسيه المراحل السنيه المدرب اللي اهتم فيك المدرب اللي اللي على قولتهم احتواك واكتشفك بالنادي واهتم فيك. انا عندي انا يمكن من عمري سبع سنوات انا بالنادي م. و الله الله يرحمه ما ادري برحمة تعرف احمد برحمة احمد برحمة الله يرحمه ويغفر يرحمه له اول ما شافني انا كنت باكاديميه النادي اكاديميه نادي القادسيه. فقال هذا اللاعب لازم يسجلونه وعلى طول والله رحت سجلت بالنادي وتحت كان مراه السنيه يمكن كابتن سيد وكابتن مو... كانوا سيد حبيبك صح صح <applause> صح, صح ياسر <applause> وكانوا موجودين بعدها وصلنا مرحله تحت 12 سنه كانوا ماسكين الله يذكرهم بالخير ويمسي عليهم محمد النمش طارق خليفي اي ونعم كانوا ماسكين الفريق اي له. وتدرجت مثلا من تحت 12 معاهم لين غايه تحت 20 م. والحمد لله بعدها صعدت للفريق الاول تمام ممتاز انزين ني الحين احنا عبد العزيز حق مرحله انا مسميها مرحله الاعاره ايه انت جت لك مرحلتين بالاعاره صحيح؟ مرحله يوم كنت تحت 16 نعم رحت خيطان خيطان تمام ولعبت سنه بخيطان وبعدها بعدها قولت <applause> <جاني ردني. تصفيق> على القادسيه كان يردني رفاع الدحاني ردها لي اي خيطان. تمام راح اجي لك مرحله الخيطان، بخيطان وبعدها التضامن هذا لا بالفريق الاول بالفريق الاول هذا راح نجيها بعد شوي زين اي حق مرحله خيطان عبد العزيز انا عندي معلومه ممكن تكون صحيحه وممكن تكون يعني تنقصها الدقه نوعا المو. ما يرجع الموضوع عندك انا المعلومه اللي عندي ان انت, انت انتقلت لخيطان انتقال دائم بخطا اداري تم شطبك صحيح معلومة هذه صحيحه صحيح امم هذه المعلومه طال عمرك صحيحه امم هني انا يمكن صارت عندي خلافات بالنادي مم. وما قمت اتمرن وقعدت بالبيت يمكن سنه كامله. حلو. فعليها كان في مدرب بخيطان مم. كان يدرب القادسيه ودرب خيطان تمام ما اذكر اسمه والله <applause> فعنده تواصل مع الوالد كلم الوالد عشان يقول حق الوالد دام ان الولد ما عنده شيء خله يمر طيب. خيطان يعني يشوف النادي وكذي فابوي قال خلنا نسال اللاعب فانا قلت له معقوله من القادسيه صحيح صحيح. خيطان مع احترامنا لهم في فرق صحيح. في فرق صحيح. كبير كان ايه. يقول لي دام انك انت قاعد وما عندك شيء روح فرحت هذه خيطان كانوا مسوين بطوله رباعيه وديه م. كان فيها الكويت وخيطان والنصر تضامن فاول مباراه لي قالوا لي خلاص العب ضد الكويت سبحان الله قولت هني على الكويت وقالوا خلاص نبي نبي نسجله تمام تسجلت على انت حزت تسجل ايه. بالنادي ايه الحين اقول لك ايه. فانا قلت لهم ترى انا لاعب نادي القادسيه فقالوا خلاص احنا راح نطلب من نادي القادسيه اعارتك مدة موسم فتواصلوا مع سيد رفاع الدحاني ومشعل ومشعل يعني. قالوا لنا احنا نبي اللاعب اه لمدة موسم إعارة اي فهني كان عندنا إداري اه نادي خيطان اه مشعل العناد فقال لي اه فراح فراح الاتحاد على اساس انه يسوي تسجيل اه شو اسمه اعاره فراح الاتحاد انصدم واللي يقول انا مشطوب من النادي هذا طبعًا. انا بعدين ترى إن عرفت الموضوع مو اعاره الموضوع شرع هذا بعدين انا عرفت ترى تمام ولا يقول لي ولا ولا يقوم نادي خيطان من غير علمي ولا من غير علم اي احد سواء الوالد ولا انا قاموا يسجلوني تسجيل دام صيده صراحه فرصه اي يعني <applause> بالضبط. بالضبط لو انا مكانهم بسجلك اي قاموا سجلني تسجيل كامل اي دام يعني عندهم م. فانا هني طول الوقت مصدوم خلص الموسم ارد الغاتسيه ولا كلمني الاداره كان يعني يقول لي ترى انت بسجل دام بغ... لا انت الحين قلت له شنو كان اه. يقول لي اي والله قلت له شلون فرد اه قال لي ترى كذا 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 الموضوع ان النادي كان شاطبك واحنا استغلينا الفرصه هذه وسجلناك تمام فشنو اللي صار ما علاقات هني يوم قولت على الغادسيه كلمني رفاع الدحاني زين كان يقول لي ترى انت الموسم الجاي راح ترجع خلاص فقلت له ان شاء الله والامور طيبه يعني. اوكي عندهم علم انه كانوا شاطبين؟ الظاهر اكيد عندهم علم اكيد شلون راح يقول لك ايه؟ مشعل هني مع علاقات عنده علاقات ابو مشعل ما يحتاج زين عنده عنده نفوذ على إيه؟ بالضبط ايه؟ فما علاقات مش مشعل عنده وقتها كان مع فهد المطيري نعم الله يذكره عضو مجلس اداره في نادي الخيطان تواصل مع فهد المطيري وحلوا المشكله هذه إيه؟ وتم شطبي من نادي خيطان مم. ورديت نادي ورديت المطير. نادي يعني المعلومه صحيحه يعني معلومه كان صحيحه في خطا اداري بدال اعارتك تم بالضبط وهذا بس. اعتقد ان الخطا هذا ابو مشعل حاسب وقتها كان عندنا ما أذكر مشرف اداري لا نذكره ابو ايه. عشان الله يصير زعل بس انت تاكد المعلومه اي اكد لك المعلومه ابو إيه. مشعل الله يجزاه خير إيه. رفاعي ما تدخل نعم. بعلاقته ورد زين ورد عزيز زوادي من نادي خيطان الى نادي غاتسيه يعني لاعب نادي. نادي غاتسيه مغير في نادي غاتسيه بالضبط عدت على خير يا كابتن زين ابي الحين مرحله عبد العزيز صعودك للفريق الاول في نادي الغدسية صحيح وقرار الاعاره الثانيه اللي هي حق نادي التضامن. اعطني تفاصيلها عبد العزيز وليش وليش صارت الاعاره؟ هذه ابو يوسف وقتها كنت بالمراحل السنيه ومن المراحل السنيه تحت 20 كنت كنت اروح منتخب الاول وقتها كان بونياك مدرب المنتخب ف وكنت العب بالمنتخب الاولمبي تمام مراحل سنيه تحت 20 والاولمبي فعليها ولا يقول لي كلمني هذا بونياك مدرب المنتخب الاول فقال لي كل انضمام للمنتخب الاول راح راح تكون بالقائمه انت موجود م. فكنت العب بالمراحل السنيه وكنت اروح منتخب اول اخر معسكر لي كان منتخب الاول لندن اذا تذكره بعدها خلصنا معسكر لندن ورديت الكويت على اساس ان انا لاعب فريق اول. وقتها هني تذكر اي موسم تقريبا؟ موسم 2019 اذكره. 2019 هني توه ماسك مم. الشيخ فهد طلب تو ماسك. جهاز الكره. اي فكلمني اول ما رديت كنت تمرير طبيعي كنت اتمرن مع الفريق وايامها توه ماسك بابلو اذكره. الاسباني. اي مدرب ممتاز. اي فكنت اتمرن مع الفريق واموري طيبه الى ان تفاجا المدرب بان الاداره مكلميني قال لي شوف لك نادي روحي اعاره وترجع الموسم الجاي تكون فريش وماخذ احتكاك ما اخذ فرصتك إيه استمرارية باللعب وترجع طبيعي بس انت قلت تفاجئ الجهاز الفني اي الحين أجيك على الجهاز آه الفني فمره شافني الجهاز الفني هني كان فهد طلال قايل لي اه التضامن يبونك قلت له لا انا صريت قلت له لا بقعد بالقادسي قال لي ترى فرصتك صعب انك تلعب قلت له لو مدرج بقعد كان يقول لي احسن روح افتك شوف هني وقتها كانوا اللاعبين بالنص صالح الشيخ فهد الانصاري اه كل اللاعبين كانوا موجودين اتفهم صراحه وجهه النظر هذه أي. بس بالنهايه انت هم لك رغبه كانت بالضبط وعلى يعني قولتهم تقبل التحدي فاللاعبين كانوا داشين تمرين مم. وانا كنت لابس لبس طبيعي مو لبس تمرين. فانا هني متمرن مع المدرب يمكن 10 ايام. كان يوقف تمرين المدرب. كان يقول انت شلون مو لابس لبس تمرين؟ قلت له الموضوع مو مني من الاداره. جهاز إداري. الجهاز الاداري. الجهاز الاداري انه لازم تطلع اعاره وترجع لنا بعدين. كان يقول انا ما راح اكمل بالنادي. رفض بابل. رفض بابلو انه إيه. يكمل بالناتي. إيه. قالوا وقف التمرين التمرين وقف كان يجتمع مع اللاعبين وقتها حتى كل اللاعبين موجودين حتى عزيز مشعل كان موجود إيه. كل اللاعبين كانوا موجودين فاجتمع مع اللاعبين قال لهم ترى هذا اللي صار مع اللاعب تقبلون الشيء هذا اللاعبين ساكتين شيء مو إيه. ما يملكونه قال هل تقبلون الشيء هذا انه ما يكون عندي علم ان عزيز وادي يطلع من انه ما يكون موجود بالتمرين بخبر من الجهاز الاداري ما يكون انا عندي علم هذا غير صحيح فبعدين هني وقف تمرين قال انا بمشي خلاص هني دقوا لانه هو هو فهمها ان هذا تدخل في عمله بالضبط م. هني دقوا على فهد طلال قالوا له تعال حل المشكله اللي المدرب مو عارفها ووقف تمرين ترى ما تمرنوا لين ما وصل في الطلب فكلم بابلو فهم الوضع قال ما يصير لعب تو من المنتخب شلون تقولوا له وانا ما عندي خبر قالوا احنا قلمنا وبعد ما تخلص تمرينك طيب راح نبلغك بالشيء هذا فظاهر ان تفهم الموضوع م. كلموني قالوا لي نقي الفريق اللي تبيه والعروض اللي كانت جايات لك شوف العرض المناسب لك وروح توكل على الله واحنا معك فوقتها هني كانوا ناديين كلميني النصر والتضامن ف شفت عرض النصر شفت عرض التضامن النصر كانوا مقدمين لي بمقابل مادي اي تمام لان هني ابو يوسف توني راد من المنتخب ولاعب صغير مم. فاكثر من الكل يبي يستفيد اي انا ما اقول لك ايه. ان العربي والكويت دشوا علي لا مم. كان النصر والتضامن مستحيل العربي والكويت ايه. <applause> لا اقول لك يعني يمكن انه كذي فالنصر والتضامن كانوا كل يوم يدقون علي مم. كان يدق علي محمد هادي أو مال اداري الناصر فيصل العدواني <applause> كانوا يدقون علي ومن الجانب الثاني كان فهد دابس يوميا يدق علي <applause> محمد هادي انا كنت معاه بالمنتخب كان رويتي بعد الغرفة <applause> <applause> فدائما كان يدق علي يقول لي ها شنو صار ما صار قال لي هذا العرض ترى اللي يقدرون عليه فشفت عرض التضامن صراحه افضل من عرض النصر وبيئه التضامن كانوا في لاعبين عندنا محمد ولاعب لاعبين القادسيه طالعين بنفس الفكره اعارات وكذا ودقيت عليهم وقلت لهم صراحه مدحوا لي بيئه التضامن م. كتعامل وكذا فبيني وبينك استخرت وقعدت بيني وبين نفسي وقلت خلاص بروح اوقع مع نادي التضامن تمام ورحت مع... وقعت مع نادي التضامن ولعبت احنا نية الحين آه... العوده من نادي التضامن آه... عبد العزيز آه. مرحلة إثبات الوجود الحين ترديت من التضامن خذيت وضعك مع التضامن استمرارية ولعب فبعدها انتهت الإعارة ورديت حق ناديك القدسية لا هني شنو صار؟ في هني... با... في بعد شيء حصل؟ اي في في م. صار معي هذه غلطه مني انا م. انا شو اللي حصل؟ اللي حصل؟ هني لعبت موسم جيد مع التضامن مع التضامن اي ووقتها كلموني اداره نادي التضامن وقالوا لي نبي نجدد معك موسم اعاره موسم ثاني اي بسعر اعلى مم. بسعر اعلى من هذا لان شافوا انه تميزت ومن التضامن ترى انا رحت منتخب تمام فانا رحت وقعت وقعت مع التضامن اي مع التضامن تجديد بموافقه القادسيه والتضامن اثنينهم نادينا موافق اي آه. موافق النادي تمام بعدين يمكن ربعي واقرب الناس لي يقولوا لي انت قدمت خوش موسم مع التضامن ليش ما ترجع النادي؟ هني بعد ما وقعت ليش ما ترجع؟ ترى فرصه ما تثبت نفسك يمكن تلعب يبس بس الجهاز الاداري يا عبد العزيز عنده خبر بنادينا اي اي عنده خبر اي هني حطوها براسي فقعدت مع نادي التضامن قلت لهم انا بفسخ العقد بيني وبينكم تراضي وما بي منكم شيء للامانه ما بي لا فلوس ولا شيء وبرجع النادي لا ما لا خلاص قلت لك انا اكلم فهد طلال عنده علاقه جيده مع رئيس النادي مبارك النزال اي نعم فكلم رئيس النادي وقال للولد رغبته انه يرجع يرجع النادي ويعني الامانه حلوا الموضوع بينهم ورديت النادي القادسيه وكانت اول ايام صعبه علي تكلم بصراحه بالنادي نادينا اي إيه. كان صعب شنو الصعوبه في الموضوع؟ الصعوبه ان كان وقتها دوري تصنيف اي يعني قلت انا دوري التصنيف ما قاعد العب امم إيه. وعرفت انك تتحسف انك شلون طلعت وكذي فقلت لا بقعد ما عندي مشكله وثلاث اربع مباريات م. مدرج انا ومن ال 18 بعد اي إيه. مدرج برضو منو المدرب تذكره؟ بابلو نفسه بابلو اي كان سنه ثانيه لا فهني خسرنا من العربي ثلاثة واحد دوري التصنيف م. بعد مباراة العربي لعبنا مباراة فعيل أنا اساسي م. والحمد لله لعبت مباراة زينه تمام والكل يمكن شفت الدعم الجمهور ايه؟ من الجمهور من اخواني اللاعبين جهاز داري فني الكل م. والحمد لله كملت من دوري التصنيف لنهايه الموسم وانا كنت العب بشكل دعم مدرب بابلو ايه؟ يعني اقدر اقول عبد العزيز اللي طلع عبد العزيز وادي حق جمهور القادسيه بابلو الاسباني. لا مو صحيح. ها منو؟ هو اللي يلعبك تقول. لا بس انا قبلها انا ترى قبل اللي خلى اللي خل الجمهور يعرفني ديليبور. في موسم 2018 ولا 17؟ كان عمرك 17 كان عمري 17 سنه. عش. ايام اعتقد كان الجهاز الاداري أه أه سامي, سامي سامي بيابس سامي ابو يابس وتركي سعود ابو محمد سعود سعود محمد رئيس الجهاز. ايه. مسي عليهم بالخير. فهني هني انا لعبت مع داليبور هني خلى الناس خلى الجمهور وخلى الكل يعرفني داليبور اعطاني فرصه ما احلم فيها م. نجوم وانت بعمر صغير انا بعمر صغير وبتواجد نجوم نجوم نجوم, نجوم. تكلم عن نجوم بنص الملعب خلاني العب وهو اللي م. اللي عرفني على خلى الناس تعرف عزيز وادي. بس اعتقد اللي اقصده عبد العزيز بعد مرحله الاعاره انت الحين أي... رديت من التضامن حق ناديك مره ثانيه القادسيه. هني مع بابلو بابلو الاسباني. بابلو الاسباني. هني إيه؟ إيه؟ هني إيه؟ إيه رسمي تسجلت مع الفريق الاول. إيه؟ من قبلها كنت لا كنت العب اساسا فريق الشباب كعمر. كعمر كنت العب تحت إيه؟ 17 إيه؟ كنت اصعد مع الفريق الاول. وصلت صحيح. فاحنا نتفق أن بعد عودتك انا هذا اللي بوصل الفكره. إيه؟ بعد عودتك من الاعاره الاخيره حق نادي التضامن واثبات وجودك في نادي التضامن كان في تواجد المدرب الاسباني بابلو. بابلو. وقلنا ثلاث إلى أربع جولات أنا مدرج إي بعد لعدنا. الخسارة بعد خسارة العربي إي رد مرة ثانية ولعبني أساسي م. ولعبت معه بشكل دائم هذه رسالة عبد العزيز أنا ليش قاعد أدقق بهالموضوع؟ هذه رسالة حق لاعبين فريقنا الحالي في نادي القادسية العادة عبد العزيز وانا قاعد اكد عليك لان حصلت معك وحصلت صحيح. مع الكل ترى اي واحد ترى لعب كره قدم حصلت مع هالمواقف هذه خصوصا لما يكون صغير بدايه الطريق الفريق الاول انت متى تاخذ فرصتك في اكثر من سبب صح. ومن اهمها لما يكون الفريق مو ماشي صح يبدي المدرب يفتش بالدكه من الاجهز من اللي يستحق من اللي يفيدني من اللي ملتزم معاي بالتمرين ومن اللي قاعد يثبت نفسه بالتمرين ويبين حق ويبين حق ان انا استحق الفرصه فهني التفت لك بابلو واعطاك فرصتك واستحقيتها واثبت نفسك بالضبط هذه المناشده حق لاعبين فريقنا القادسيه الحالي حاليا ان يشدون حيلهم لان بهذه النتائج السلبيه هني فرصتك ترى طبعا احنا ما نتمنى النتائج السلبيه لكن الواقع يقول بالنتائج السلبيه فرصه الدكه انه يثبت نفسه ان انا استحق اني انا اخذ فرصتي والعب وفي لاعبين صغار انا اقول لك راح راح يحرجون اللاعبين اللي موجودين الحين عطني اسامي يا عبد العزيز انا عندي ثلاثه لاعبين صغار جاسم مطر فاضل الصراف واحمد بودي احمد بودي لاعبين انا اقول لك ان شاء الله عندهم تصفيات الله يوفقهم منتخب الشباب منتخب م. الشباب عندهم تصفيات يخلصون تصفيات وراح يرجعون م. وتوهم موقعين عقود مع النادي الصراف توه موقع بالضبط. الله يحفظه واحمد بودي يوقع إيه. احمد بودي والمطر قبلهم موقعين إيه، ولا ردوا جددوا مره ثانيه اعتقد بودي توه انتشرت صوره صح إيه تجديد صح انا اقول لك اللاعبين راح يحرجون كم لاعب موجودين <applause> ومن ضمنهم لاعبين مميزين في نادي القادسيه راح يحرجونهم لان هذا اللاعب صغير مثل ما انا كنت انطر انا لما كنت عمري 17 سنه كنت انطر الفرصه وكنت احرج لاعبين كبار <applause> الشيء هذا راح يصير راح يصير على اللاعبين الصغار راح يحرج اللاعب الكبير هذا اللي الحين قاعد يلعب اللي, اللي الناس طالب منه انه يقدم وهو ما قاعد يقدم شيء هذا <applause> فيقول لك انا صغير وهذا اذا صاد الفرصه تعال واخر الفرصه منك. بس خلاص م? إيه. بس السؤال عبد العزيز بالوضع اللي نقول مو مستقر فنيا احنا نتكلم نتائج وللاسف الخساره الاخيره اللي مع السالميه اللي صدفت امس مع السالميه يعني. هل تشوف مع ضغوط الجماهير ومع عدم الاستقرار الفني كمستوى فني من اللاعبين خصوصا هبوط شبه جماعي من زين بالمستوى الفني هل تشوف هذه الاوضاع مع ضغوط الجماهير بنادي بحجم قادسيه اللاعبين الشباب اللي ذكرتهم او بشكل عام قادرين يتحملون هالضغوط والاوضاع السيئه هذه ولا, ولا فيها ولا مخاطره عبد العزيز والله شوف بس ما اقدر اقول لك الشيء هذا لأن هم لعبوا تحت ضغط قدموا تحت ضغط شفت الفتره اللي طافت هذه كلها ثلاثه يتحملون وعلى اول اول شيء تحمله هو مجلس الاداره يتحمل وجهاز فني يتحمل واللي تحمل اكثر شيء اللاعب اللاعب مثلث عبد العزيز انا قاعد اقول لك نسبه إداري اكبر اداري فني لاعبي، النسبه الاكبر اللي تحملها وانا واحد من اللاعبين احنا نتحمل اللي قاعد يصير بنادي القادسيه الحين انا اقول لك احنا اكبر جزء نتحمل فيه انت تحمل اللاعبين اللي انت منهم عبد العزيز واللي انا منهم النسبه الاكبر في الهبوط اللي قاعد يصير لأنه في فريق لان انا اقول لك شغله الحين مرت تقريبا أنا ما راح اتكلم لك موسم ولا موسمين ولا ثلاث مم. ترى من عشر مواسم غير جهاز فني تغير جهاز اداري غير جهاز فني غير جهاز اداري بس اللاعبين نفسهم والمستوى الفني نزول ايه مم. يعني الخلل وين؟ خلل اكيد في اللاعبين ترى اللاعبين حاسين بالشيء هذا اللاعبين حاسين أنا واحد من اللاعبين اللي ما أدري شنو ما أدري شنو ما شنو في ردة فعل عبد العزيز ردة فعل ردة فعل ماكو بالضبط وترى هم يتحمل الجزء الأكبر اجهزه الاداره بإخراج أفضل لاعبين عندك في نادي الغادسية تتكلم فترات سابقة هي اللي من ضمنهم أحمد الضفيري سيف الحشام سلطان العنزي رضاهاني رضاهاني الزنكي في محلات. أحمد الزنكي أينا. ما أدري شنو اللي صار ما ادري شو اللي صار بينهم تفاصيل بين نتركها دارة. لهم من مجلس الاداره ايه؟ لكن احنا نتكلم بشكل عام بس شنو اللي يحتاج لاعبيننا وعيال النادي يعني بالضبط مم. يعني احنا بحاجه لهذول اللاعبين وما تعطي على قوتهم سلاحك حق فريق ثاني يحاربك فيه بالضبط قاعد تشوف الحين اللاعبين اللاعبين اللي انا ذكرتهم كل واحد مبدع مميزين الأمانة بالمواسم الاخيره انت قاعد تتكلم عن افضل نص متاخر هنا عندك بالكويت سلطان العنزي صحيح مستحيل افرط فيه مم. ما ادري شنو اللي صار بينه وبين النادي مم. الظروف ما ادري بس تقدر تقعد معاه وتحل المواضيع كلها. فانا ارد واقول لك اللي تحمل اكبر جزء من اللي صاير خلال المواسم اللي طافت هم اللاعبين، وانا عندي ثقه فيهم، وانا واحد من اللاعبين، وان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله الوضع يتعدل ويرد الغطسية كما هو. باذن الله يا عبد العزيز والله احييك على جرأتك والحمد لله هذا راي انت قاعد تتكلم براي بكل احترام وادب بالعكس يعني هذا يعني شيء لازم يعرفه يعني وربعنا يتقبلون وهذا هذا صراحه منك وجراه للامانه. الله يحفظك يا عبد العزيز. ابيك تعلق على الصوره هذه يا عبد العزيز. لها معنى ترى هذه. بدران بدر المطوع. نعم. يعني لو تتكلم عليه من هنا باشر ما راحوا في حقه. صحيح. آه الأمانة انا تعلمت من بدر المطوع الكثير سواء داخل وخارج الملعب. بدر المطوع يعطيك ثقه ما يعطيك اياها اي قسما بالله يعطيك تحس ان ما شاء الله عليه عنده ثقه يزرع فيها اللاعبين بشكل مو طبيعي فهذه الصوره تعني الكثير وبدر نطوع يبقى اسطوره وباذن الله تعالى ان نقدر نفرحه احنا فرحنا الموسم اللي طاف في كاس الامير, كاس الأمير. وهذا اقل شيء نقدمه حق بدر عسى الله يقدرنا ونفرحه الموسم على الاقل بطوله ولا بطولتين الله يوفقكم اجمل باذن الله كل هذا راح يرجع بالسي في مالكم عبد العزيز أكيد. وبشكل عام سي في نادي القادسيه والجماهير تحتاجكم اكيد آه حق الصوره هذه هذه يعتقد اول بطوله لك الفريق الاول اول بطوله تمام واغلى البطولات كاس الامير كاس الامير هي. هذه كنت احلم فيها من اول ما صعدت الفريق الاول كنت اقول ليش ما كنت اخذ بطوله؟ والله العظيم ترى شوف ما ادري ترى انا وصلت في الفريق الاول وقف بطولات ما في الخمسيه والله وقف بطولات <applause> سبحان الله تتحصل بعض المرات أيه. هي مراحل تصير كنت اروح يعني اروح منتخب العربي تو ماخذ ما دوري لاعبين العربي تشوفهم فرحانين <applause> الكويت ماخذ ما كاس الامير تحز بخاطرك تقعد بينك وبين نفسك تقول ليش؟ لازم اخذ بطوله فالموسم هذا بالذات كنت اقول يا رب ان ناخذ بطوله. سبحان الله الحين راح اقول لك ليش؟ قعدت انا واخواني اللاعبين والله بيننا وبين بعض لا جهاز فني ولا اداري. قبل المباراه بيوم بيومين بالمعسكر الداخلي. والله الداخلين. احنا احنا شوف السالميه هذه من اعلنوا ان مباراه سلمية راح تقام باليوم هذا م. واحنا بس نفكر في مباراه السالميه. من تاهلنا. صحيح. قلنا هذه البطوله نبيها ويا جماعه حتى بدر مو موجود. اللاعبين كلهم يذكرونها. قلنا احنا ما نبي شيء. نبي نفرح الولد. مثل مطوع. نبي البطوله نجيبها عشانه مم. وعشانكم انتم كلاعبين اللي اغلب اللاعبين الحين ولا بطوله عنده. يمكن ذكرنا في برنامج رياضي قلنا ان عيد اول بطوله، راشد اول بطوله، انا اول بطوله، اغلب اللاعبين اول بطوله لهم. صحيح. فاصرينا ان احنا ناخذ هذه البطوله والحمد لله توجنا في هذه البطوله وبعدها رحنا منتخب اللي هي التصفيات الاخيره ولاعبين غاتية رايحين منتخب وعندنا بطوله ترى ايه م. عندنا بطوله واغلى البطولات م. بطوله كاس الامير الحمد لله والحمد لله عدت على خير وكنتوا أيوه. تستحقونها الامانه يعني الحمد لله جماهير الغاتسية عبد العزيز شو تقول لهم؟ شنو توعدهم بالمرحله الصعبه اللي قاعد مر فيها حاليا؟ جمهور نادي الغاتسيه طبعا جمهور نادي الغاتسيه آه هذه هذه لازم يعرفونها ان هم من صنعه اسم عبد العزيز وادي هم من خل اللي ما يتابع رياضه يعرف عبد العزيز وادي فانا اقول حق جمهور نادي القادسيه سامحونا على القصور على الفتره اللي طافت كلها وادري انكم سألانين وباذن الله ان اللاعبين خلال الايام الجايه والفتره الجايه ان ما يخيبون الظن وباذن الله تعالى ان يقدرون يفرحونكم مثل ما فرحوك موسم لطاف في بطوله كاس الامير. وانا انقل لك رساله عبد العزيز رساله من اخونا الكبير عبد اللطيف الدوسري. ابو احمد. ابو احمد. بو هذا رجل من جيل الطيبين. احنا كنا بالمراحل السنيه انا قاعد اكلمك كنت بالمراحل السنيه وعبد اللطيف الدوسري ابو احمد كان ايام الفيدان قبل الغزو. فمن جيل الطيبين مع احترامي للجميع طبعا كلهم مغدرين هيثم والاخوان اللي معالم المشيمي والشباب كلهم الأمانة يعني في مساحه قدساويه انا الامانه حريص اني ادخل على الاقل مره مرتين بالاسبوع معاهم اسمع اراء لان بالنهايه عبد العزيز تكلم معاك بصراحه حاليا في البودكاست مالي الرياضي وانت شايف ترى نظام سوالف صحيح. ما في رسميات هكي. من زين مو معقوله انت تبي الناس توجبك وتطالعك وانت هم ما تبي تسمع منهم فمو معقول انا بس اسمع من اللاعبين من مسؤولين الرياضيين من مدربين ولازم تسمع من الجمهور فانا خذيت نصيحه اخوي الكبير ابو محمد مبارك الدوسري ودخلت مساحات على الاقل ما اخترت المساحه مع احترام من الجميع الاخوان في القدساويين عبد اللطيف الدوسري وربعه اللي معاه. جدا زعلانين للامانه جدا شرهتهم كبيره عليكم ولهم حق ولهم حق أن يعاتبونكم لهم حق يطالبونكم لهم حق ينتقدونكم كلكم كلاعبين طول ما ان النقد بحدود الاحترام اكيد okay. فالناس قاعده تطالب عبد العزيز بتغيير كبير باللاعبين الجماهير قاعده تساوي تطالب تغيير كبير باللاعبين الجماهير قاعده تساوي تطالب عبد العزيز بادخال اربع الى خمسه الى ست لاعبين من جيل الشباب اللي انت ذكرت جزء منهم انا اضيف مثلا عبد الله العواضي بعد معاكم حاليا بالفريق okay. الاول واذا في اسماء ممكن ما تحضرنا يسمحوا لنا أه الشريف اللي امس أه لعب باك شمال محمد شريفي صعب انك تحكم عليه في بدايته عبد الله مطاوع عبد الله مطاوع وهو موجود معاكم بالفريق بدنا نقول يثبت اقدامه يعني بالفريق حتى لو كان كبديل الناس قاعده تطالب عبد العزيز بتجديد الفريق وانا تبي الصراحه ما الومهم وهذا راح يبين وراح يصير مو راح يصير خلال الفتره اللي هذه والناس راح تشوف والجمهور راح يعرف كل شيء انا اقول لك يا وانا لاعب لا جهاز اداري ولا الجهاز الفني بس انا اقرا اللي قاعد اللي قاعد اشوفه من مجلس الاداره والجهاز الاداري م. انه راح يصير في تغيير كبير من لاعبين محليين قلت لك لاعبين مميزين بالنادي م. وراح يكون في زج من اللاعبين الصغار في خلال الايام الفتره الجايه يعني باذن الله وانا بالنسبه لي عبد العزيز وعن طريقك بعد نوجه لهم رساله للاعبين الشباب حتى اللاعب اللي ما ننساه طبعا هو اكبر منهم بالعمر بس اعتقد هو مو كبير قريب من عمركم اللي هو البوس أيه لاعب فنيا جدا ممتاز عقليه ممتازه لاعب تكنيك عالي لكن انا اوجه له رساله يا البوس اذا الحين بهالظروف مو قاعد تاخذ فرصتك صعب راح تاخذ فرصتك قدامنا من الفريق يمشي ويستقر فهم يا البوس انت شد حيلك بعد اكثر وتعب بالتمرين بال... بال... واجتهد ووضح حق المدرب ان انت تستحق بالضبط الفرصه هذه بنادي بحجم القادسيه واحنا نثق فيك فان شاء الله الله يوفقهم وجميع إن اللاعبين الله. ان شاء الله لما تيهم الفرصه يتشلبون فيها باذن الله شاء الله الله يسهل طبعا ما انسى اشكر اخوي المصور النشط الامانه علي السلمان الله يجزاه خير قاعد يباشرنا في الصور وان شاء الله يستمر <applause> ما يقصر معي يعطينا الصور الحصريه هذا حبيب ترى اللاعبين كلهم اي لا الله الله. ونعم ونعم <applause> والله انا ترى حريص اني اذكر اسمه الامانه الله يجزاه خير, استع استع خير استع علي استع السلمان استع <applause> أه عبد العزيز ابي مركزك اللي تفضله طبعا واعتقد بشكل عام واضح لكن انا ليش اسالك هالسؤال؟ لان انا لو تسالني انا احب اللاعب واعتقد كل مدرب ترى يحب لاعب يخدمه باكثر من مركز، ما يحب اللاعب اللي مثلا قبل دفاع وبس. لا راح تصير اصابات، راح يصير عندك هبوط مستوى، ايقاف، فانت ودك اللاعب اللي يخدمك باكثر من مركز. صحيح. وهذه حصلت معك توظيفك اعتقد حتى في مباراه النهائي في كاس الامير انت لعبت باك صحيح هذه مع محمد المشعل مع محمد المشعل فعلى هذا الاساس ابيك تكشف التفاصيل التوظيف اللي حصل من الدكتور محمد المشعل انه يستغل عبد العزيز وادي باك ومن غير كره ومع الكره شنو كانت ادوارك؟ هل انت تدخل بالنص زياده عدديه؟ هل في اريحيه اريحيه بالناحيه الهجوم؟ شنو كانت توجيهات عبد العزيز؟ هذه طبعا شوف انا من البدايه ترى ما كنت العب مع محمد المشعل لا في وسط الملعب ولا في الباك اليمين ولا الباك الشمال ولا كنت العب معه فرحت له قعدت معه كذي نفسها الحين انا وياك وحدة واحد وقعدت وياه قلت له عسى ما شفت دكتور ليش ما قاعد العب؟ شنو فيني انا ما قاعد العب؟ مقصر بشيء؟ قاعد تشوفني بالتمرين ما يعني ما بدنية بدنيا ما في اصابات ما ولا, ولا شي. في اي شيء قال لي لا ما في شيء وهذا قرار فني. هم. قلت له انا احترم قرارك. صحيح. واللي تشوفه. فصار عنده نقص في باقي الشمال. وقتها خالد واه متعور. وعبد العزيز نصاري. وعبد العزيز نصاري وهو مو يعني ما يبي يلعبه. كان في ضغوط جماهيريه جدا على الولد. وقتها يبي يبعد يبي يبي عزيز نصاري. اي واخرى عن, عن الضغوط هذه. فقعد معي ودي اذكر اول مباراه لعبتها باك يسار بس ما اذكرها ما شاء الله لعبت يعني إيش. كل ايه بعدين اقتنع فيكم ايه هني قال لي شوف انا احتاجك باك وعندي نقص تقدر تلعب هالمكان؟ قلت له ابي العب قلت <applause> له بس ابي العب وهذه رساله حق اللاعب اي قلت له ابي العب مم. قال لي باك يسار قلت له بلعب قال لي تمام والله العظيم ما اعطاني تعليمات ما قال لي شلون توقف لان انا كنت تحت 12 ترى لعبت واكيمي لعبت باك، واكي. اي لعبت واكيمي بس الوقفه ما يعني اعرف اوقف ما تطوفني يعني الشغلات هذه البسيطه ما اعرفها زاد مجهود وجاهز بدنيا اي فقال لي انا اكثر شيء ابي منك انك تزيد بالنص نزيد على الخصم بالنص م. ونكون استحواذنا على الكره اكثر فهذه فهذا الشيء استمر معي وكنت صدق ادخل للداخل واوقات كان يحتاجني لبرا بس اكثر شيء كان يحتاجني فيه هو دكتور يمكن هو ما شاء الله يشوف جوارديولا يبي يطبق فهو حاب جوارديولا يشوف الباكات شلون يدشون للداخل الاستحواذ اللامركزيه اي فيبي الشيء هذا يطبقه صدق وقتها ك... يعني حتى باك راشد يدش بالنص وانا ادش بالنص بس من شافني خلاص انا التشكيله وادش بالنص كان راشد يخليه برا أدوار الدفاعيه اي الادوار الدفاعيه خلك م. عزيز هو اللي يدش بالنص يؤدي الدور هذا إيه يطلع الكره يجيب الكره تطلع بسهوله صدق كنا نزيد بالنص كنا نطلع الكره بكل اريحيه اوقات هذه ترى مني انا اللي انا اروح يعني لقطه السالميه اللي صارت الاخيره صحيح ترى هذه مني انا لا إيه لازم عبد العزيز اي يعني وقتها قاعد انا اشوف اللعب كان سلبي إيه. كله بالنص فقلت لازم ابتعد شوي على الطرف م. سبحان الله جتني كره طويله مهاره يا كورنر ومن الكورنر جول صار الجول فهذه تجيك منك لازم فيه إيه؟ لازم انت لازم في ابداع عبد العزيز النهايه انت مو رجل الي يمين بالضبط. يمين شمال شمال لازم في مرحله اللي ما تاثر على منظومه الفريق انت تبدا لمصلحه الفريق. للامانه انا استمريت يمكن سبع ثمان مباريات انا في الباك مم. وفي اغلب المباريات ترى انا مو مرتاح مم. مو مكانك بالنهايه إيه؟ انت قاعد تؤدي دورك من اجمل ما يكون صراحه. لكن مو مكانك. اي بالضبط. ثاني شغله هذا قاعد يرد علي ترى المنتخب. ترى يمكن انا اللعبتين الاخيره اللي ما لعبت المنتخب، سبب من الاسباب قعدت مع المدرب قلت له ابي العب. قلت له كان يقول لي انت مع النادي قاعد تلعب باك. مو مم مكانك. اي يعني شلون تبيني العب بالنص؟ قلت له لا انا قاعدش قاعد ايش بالنص، قال لي لا هذا يختلف. مم. انا عندي لاعبين بالنص جاهزين. كنت اكلم الدكتور. قاعد يقول لي عشاني. انا ابي انت ضحيت. ايه. ايه وصدق للامانه ما كنت ابين حق الناس صحيح ان انا مو حاب المركز هذا بس الحمد لله استمريت ويعني تعلقت بالمكان هذا مثل ما ابيك تعلق لي على لقطه صراحه وليد خالد الرشيدي زين ايش تبي بالحكم كابتن؟ هني القرار خلاص يعني هني انا شايف شايف خالد الرشيدي خالد الرشيدي ترى بعرج محارشو بالحكم اي هني حصلت ردت فعل من حبيبنا فقلت له فقلت له تكفى عشان لا تطرده يعني <applause> مو كيفي قال لي يعني انا والله يقول لي انا الحين الناس كلها شافت انه هذا <applause> الحكم يقول لي إيه؟ زين قلت له تكفى تكفى لا تطردها امانه وابوسه لا تكفى لا تطردها كان ايه. يقول لي مستحيل الناس كلها شافت طلع الكرت ايده الكرت قال لي ما... قال له ليش ماسك ايدي؟ <applause> قال ترى انت بعطيك انذار الحين ايه. صدق فهذه صارت عفويه منك خلاص ايه الحين. عفوية. لا ارادي ها ايه. يعني ما ما ابي خالد ينطرد خالد تعرف انت خالد ما شاء الله تبارك ايه خالد مؤثر ايه. مؤثر للامانه ايه. لا لازم واحد يعني. ايه. صحيح 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 مع احترامنا للجميع للامانه ونعم فيهم كلهم الأمانة بس انا بوجهه نظري الرقم واحد خالد الرشيدي. هني وبس هذه كانت اللقطه وليد ما فكيت طرد وقتها ترى في لقطه سيطافت مع الجمالي نفسها طرده ضد العربي قلت ماني رايح صوبه لا هو ولا الجمالي بس خلاص يدبر نفسه انزين عبد العزيز ابي مثلك الاعلى بس ابيك ابي اخصصك انا ابي مثلك الاعلى بشكل عام بس بمركزك لاعب وسط برا هني لا محليا محليا مركزك لاعب الوسط سواء لاعبين او كويت بشكل عام لاعبين سابقين كيفك بس ابي بمركزك لان انا اكون معك صريح انا سامع لك وبالتحضير ان انت دائما تذكر بدر مطوع بدر مطوع صحيح. ما يحتاج هذا صحيح. استثناء خل على بس ابي لاعب مثلك لاعب مركزك مركزي محليا أه بقول لك لان لحقت عليه وشفته ولعبت معه فترة مم. طلال عامر طلال عامر ترى انا ما اخذت 14 عشان طلال عامر آه انا مكرم بهاللاعب لاعب للأمانة مميز لاعب غريب ترى فنان وذباح وكل شيء فانا مثلي الاعلى في نفس المركز طلال عامر الأمانة والله اختيار انا كنت متوقع ترى بين طلال عامر وفهد الانصاري وفهد الانصاري اكيد <applause> انا كنت متوقع هاي النجوم اثنينهم يعني الامانه أه شوف انا وايد اتهم الامانه ان انا على بدنا غتساوي فاحابي وما ننتقد بالعكس انت الحين مساعد تنتقد الوضع اكيد عام طول ما أنا بحدود الاحترام نقول اللي بس في شيء لازم نوصل حق الجمهور طبعا بحدود ما راح نتكلم في كل شيء بالنهايه في امور تتم بالغرف على قولتهم بين اللاعبين أه عبد العزيز اللي قاعد يضايقني ويضايق جماهير القادسيه بشكل عام تكرار الهزايم من نادي الكويت عبد العزيز تلعب من نادي الكويت قاعد احساس كان الفريق مهزوم من قبل لا يصفر الحكم. هل هو جانب نفسي لبعض اللاعبين متاثر نفسيا بتكرار الهزايم؟ هل هو اقرار من اللاعبين بشكل غير مباشر ان فريق نادي الكويت باللاعبين المحليين والمحترفين افضل مني؟ شنو التفسير عبد العزيز؟ تحس ان آه. اللاعبين ترى لما تشوفهم في بعض اللاعبين من غير ذكر اسامي تحس لما يلعب ضدنا الكويت مشدود متوتر أنا شنو كتب. التفسير عبد العزيز؟ هذه ترى انا يوسف مو بس انت ترى الكل انا اقراها شيء منتشر من تويتر شيء منتشر من الناس تقول لاعبين القادسيه يخافون من لاعبين نادي الكويت قبل قبل كانوا لاعبين نادي الكويت هم يخافون كان يصير الكلام القاتسية. عكس صار عكس الشيء هذا مو صحيح انا اقول لك ما في خوف لكن تكرار الهزايم اللي قاعد تصير من النادي من النادي الكويت اللاعب كل ما يبي يدش انت لو تلاحظ صح مشدوده اعصابه اعصاب تحس وتحس قاعد يخسر الكره بسرعه ما ادري خ... اللي يشوف اكيد يقول هذا خايف او خايف من الجمهور ذهنيا اي ذهنيا الموضوع ترى مو خوف مو هوشه هي اي ذهنيا بالضبط اللاعبين يدشون قبل المباراه والله العظيم بينهم وبين بعض احنا ما يصير كل يوم نخسر من الكويت فانت مو معقوله كل مباراه تبي تدش تقول نفس الكلام هذا ترى يزيد دش ترى يزيدك توتر ترهق نفسك هنا. نفسك والله ترهق نفسك صحيح صحيح لو تدش في كل مباراه نفس اي مباراه اي مباراه تدش فيها بالذات ترى انا اقول لك بالغرف المغلقه يصير الكلام هذا يصير ان احنا شلون الكويت ما حتى ترى ما قولنا عليه ولا قول من صدقكم فهذا شنو يصير؟ تحط تحت ضغط تركيز اللاعبين يقل ولو تلاحظ الكويت اكثر فريق يسجل القادسيه أول دقيقتين ثلاثه يبي ينهي المباراه بسرعه ترى هذا من الكلام اللي يصير في الغرفه يا شباب ما يصير يقولون علينا ما يصير يهجمون علينا ما يصير هذا اللي كان صاير خوف انا استبعد الخوف هذا نهائيا اتفق معك اي مو موضوع خوف هو موضوع ذهني ذهني بالضبط وهذا ان شاء الله يعني يتعلمون منه اللاعبين احنا انا وياهم تعلم اي رساله عبد العزيز وانا ما بعلمك هالموضوع يعني انتم ما شاء الله عندكم خبرتكم وعندكم لا والله بدر خبرتكم و... عبد العزيز و... 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 انت يعني عندك ابو يوسف ما شاء الله يعني انت لاعب سابق و... وتبارك الرحمن يعني ما بيقول قدامك والله الكل يثني عليك ولا لا يا حبيبي اخواننا نتعلم منكم الشيء هذا نتعلم من الجيل اللي طاف احنا لازم نتعلم من الجيل اللي طاف اي لاعب سواء كان سابق نادي القادسيه ويقول لنا الشيء هذا احنا لازم نحطه في راسنا ونتعلم نقول يعني انا انا ترى الح... يعني الحمد لله ترى في في فتره من اللاعبين لعبت مع لاعبين بطلوا الحين صحيح وانا ما اخذ الشيء هذا ترى انزرع فيني الشيء هذا صحيح من اللاعبين اللي كانوا قبل بس انا اقصد انت عندك حاليا بدر المطوع خالد الرشيدي خالد ابراهيم ها عندك لاعبين نوعا ما لهم خبرتهم انزين ف الكلام اللي قلته ترى مهم جدا وبنفس الوقت عبد العزيز خطير. إيه. تكرار نفس الخطا والشحن الزايد قبل كل مباراه لازم لازم لا 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 التمرين انا واثق من نفسي فريق الكويت نعم مميز لكن ما اعطيه اكبر من حجمه. اكيد والعب مباراه طبيعيه العب بالنهايه عندي رغبه اني افوز. نفس ما تلعب مباراه السالميه العربي نفس ال... لا ليش يصير التشنج والتوتر في مباراه الكويت؟ نفس اللي قلته انت عبد العزيز كثره الضغط والتفكير هذا يخليك تدش من قادر تشير ريلك داخل الملعب يا سلام عليك هذا اللي اكثر يعني هذا ترى تبي الصدق يعني كل جهاز المو... هذا الدور, الدور في جانب ترى يتعلق إيه؟ فني واداري اداري بالضبط صحيح هذا الدور اكيد يعني وترى اخواننا الاداريين مو مقصرين بالشيء هذا بس قلت لك صار شيء نفسي من اللاعبين صار عندهم هوس معقوله احنا ما قولنا على الكويت شفلو. ما سوينا كذي ما سوينا كذي فدش انت تضغط نفسك ان شاء الله ان شاء الله تداركونها يا عبد العزيز باذن الله يا رب, يا رب. آه بس في شيء مهم الحين اللي هو متى تاخذ فرصتك بالمنتخب من يا عبد العزيز؟ اي والله صح كلام. الكل يسال عبد العزيز متى يلعب بالمنتخب؟ هل هي الظروف بعض المرات ما تساعد؟ اي تي بعض المرات انا لاحظت ماني ذاكر التواريخ بعض المرات يحوشك تحوشك اصابه قبل مباراه المنتخب باسبوع وفجاه من لاعب يكون من ضمن ال11 بره 18 بسبب الاصابه اكيد هذا سبحان الله بعد فيها جانب توفيق يعني شوف ابو يوسف انا اول انضمام لي مع المنتخب كان م. مع بنته مدرب بنته الاخير رحت مع معسكر دبي فوقتها توني خالص قلت لك الست مباريات هذه قبل الاصابه رحت المنتخب فلعبنا مباراتين وديتين ضد لبنان وضد الجزائر المباراتين هذه انا لعبت اساسي م. الحمد لله لعبت مباراه جيده نوعا ما ردينا حاشتني اصابه اللي قلت لك عنها كانت اموري طيبه حاشتني اصابه فهني رئيس الاتحاد دق علي وقال لي سمعت ان عندك اصابه قلت له نعم قال لي انا محتاجك بكاس الخليج شنو تبي اسوي لك اياه ما عندي مشكله اللي تبيه بس ابي مباراه كاس خليج هذا منو قال لا قال المدرب م. مدرب قال له جهزوا لي عزيز اي شيء أبي, ابي 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 يلعب كاس الخليج تمام إني خذيت شيء ترقيعي رحت رديت تمرنت مع النادي ايه؟ مع أيه مع المنتخب ايه؟ وهذا كلام رئيس الاتحاد يقول لي ترى المدرب هو اللي طالب انه يبي منك شنو الحافز؟ اي إيه؟ و... والامانه ما قصر وياي خلاني اخذ شيء ترقية بس عشان اساس اني العب كاس الخليج. تفاجات اول نفس الشيء اول تمرين مع المنتخب بالكره يعني وقتها أستاذ جابر ما قدرت قلت له ما اقدر سبحان الله تراكمت اصابات. وقتها كذي كل ما انضم للمنتخب يقول لي انت يقول لي انت نولك كان يقول لي انت مو محظوظ جانب الكره ترى بعد الاصابه م. نعم في اسباب ترى انت تتحملها وانا اتحملها قبل ومساعد تتحملها وغيره من اللاعبين اللي هو الاهمال التهاون عدم محافظة على التقويه تقويات تمام بدنيا تكون جاهز وفت هذه اسباب انت تبذلها بس بالنهايه قبل كل هذا وبعد كل هذا كل شيء بيد الله سبحان, سبحان اكيد فما ما هي مكتوبه لك للحين بس باذن الله, الله. تو العمر باذن الله توك شباب ولا تستعيل وراح تجيك فرصتك باذن الله للحين ترى خلصنا حلقتنا بس في شيء مهم الحين اللي هو جمهور لاحق عليك كابتن حاط لك اسئله طبعا نمر عليها مرور سريع ان شاء الله أيه. حتى عبد العزيز لو في اسئله انت جاوبتها حقهم على ان نذكرهم اكيد ونجاوب السؤال حتى لو انت مجاوبه ان شاء الله آه بالنهايه الله يجزاهم خير حريصين على المشاركه معك زين آه نواف الديحاني يقول لك آه تنصح اللاعب اللي ما اخذ فرصته يطلع اعاره يعني قصده نفس ما انت سويت وطلعت اعاره وثبت نفسك هي انصحه لان انا اقول إن شاء شغله اللاعب اذا ما لقى فرصه بس شنو شرط واحد اذا حس انه ما له فرصه بالنادي لا والله أروح اطلع نفس عبد الله العنزي لاعب عبد الله العنزي راح طلع اعاره وياخذ وياخذ احتكاك وخبره مع محترفين وكذا ويرد مره ثانيه بالنادي تمام فانا مزين. مع الشيء هذا زين أه الاخ فواز انا عندي اثنين فواز هذا فواز انا مسميه رقم واحد الاخ فواز يقول لك أه راح تلعب بالكويت بنادي غير القادسيه لا جواب صريح اي <applause> انزين آه، الاخ الكبير جاسم الحربان ابو محمد يقول لك شنو يعني لك القادسيه وجماهيرها؟ آه، جماهير القادسيه يمكن قلتها في الحلقه م. يعني لي شيء الكثير آه، الرقم واحد وقلت لك هو من صنع عبد العزيز وادي ف جمهور القادسيه لنا وفي حقه وانت قدها والله عبد ما اقولها بوجهك انت ترى حتى بيوز. لو انا اتكلم عن نفسي حتى وهذا ترى اللاعب بعض المرات هو ما هو رجل الي كله توب يعني عالميا في وقت يحوش دروب لكن انا دائما والجماهير ترى تساويه دائما تحب عبد العزيز وادي ليش؟ لان حتى لو يكون مو بيومه يقاتل اكيد مو ما له علاقه انك تكون مو بيومك هذا تحصل لكن المشكله انك انت مو بيومك تمشي بالملعب هني المشكله ولازم هذا نادي القادسيه بالنهايه انت قاعد تلعب نادي القادسيه يعني شي صعب يا جماعه تحمل الشعار خلاص يا اخي سوي اللي قط عمرك صحيح صحيح فالله يقويك ويحفظك يا رب والله امين الله انزين فواز نمبر 2 الثاني يقول لك افضل مباراه لك ضد اي نادي كانت اللي دائما تذكرها افضل مباراه وايد انا عندي اكثر مباراه مباراه ما تنساها كاظمه في كاس الامير فزنا فيها 2 صفر اذا تذكرها الرياح يوم يول اغمى عليه ايوه هذه المباراه م. ما انسحب تمام زين عندنا عمر القاحس رياضي قديم يقول لك اذا جاك عرض داخلي يقصد تطلع؟ لا ما تطلع، انزين السؤال تلقيت عروض محليه؟ اي نعم قريبه ولا بعيده؟ قريبه قريبه تقدر تذكر الأسماء الانديه ولا آه، لا؟ شالها <applause> 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 زين خلها ومغريه الاروب مغريه نعم. لازم لا، مغريه تبي طيب الزين ادفع زين <applause> <applause> عبد الله يسال عن مده عقدك مع القادسيه عقدك الحالي ايش كثر باقي له معنا؟ عندي بعد موسم مع النادي يعني لغايه 2025 26. شهر س… 26 26 شهر 7 مثلا أيوه؟ 26 شهر 7 انزين ام اف الحساب ماله ام اف يقول لك هذه نصيحه طبعا مو سؤال يقول لك ركز على تمارين التقويه ترى الناس شايله همك والله باذن الله ان شاء الله باذن الله انزين فهد يقول لك افضل مدرب دربك في الفريق الاول نادي القادسيه مدرب ما تنسى بابلو فرانكو الاسباني بابلو فرانكو انزين سعد المطيري يقول لك اكثر لاعب تعصب عليه بالملعب من فريقك <applause> زين انا نوعيه نوعيه انا انا اعصب انفعالي <applause> بس اكثر لاعب تحصل هذه ترى إيه؟ يعني بالملعب تحصل شوف اثنين هم اي سلمان البوص <applause> وعلي تراب مع انه ما علي <حالي> تراب <applause> <صراحة> حارس <عحلس>. صار <applause> دائما اعصب عليه <applause> آه زين خلاص خلصنا من سعد المطيري <applause> آه زين القادسيه وطن آه نفس السؤال المتكرر بس ما يمنعنا ان نذكره انت جاوبت له هو يقول لك لو جاك عرض محلي توافق ترى الناس تحاتي لا زين <applause> فما يمنعنا ان نكرر سؤالهم اللي هو الاخ قدسي آه، وطن انزين بي آه, يضايقك اذا المدرب غير مركزك يقول لك اي نعم تضايق اي تضايق بس تؤدي دورك أهدي دوري ولا أبين حق أحد أن أنا زعلان ولا أبين حق المدرب ولا الجمهور ولا أخوان اللاعبين لأن اذا بينت هذا راح يرجع عكسي على اللاعبين واداء اللاعبين. صحيح. بس افضل اني العب في مركزي. تمام انزين الدوسري يسال عن كثره الاصابات ويحط اسباب حاط اسباب يقول هل هي حماس زائد منك مع مرات تلتحم قوه من غير ما تحسب حساب فتعور نفسك او هو قله اهتمامك بالتقويه والجانب البدني. انا يمكن ذكرت بدايه الحلقه م. قلت أن لا هي حما لان انا هذا لعبي من وانا صغير او هذا لعبي ولا الحمد ما كانت حاشتني ما كانت حاشتني إصابة تمام لكن ممكن الحماس الزايد هذا فيه نوعا ما منه لان انا عندي اصابه فقاعد يسبب الشيء هذا مم. تمام الاخ سالم يقول لك لاعب معتزل لاعب سابق معتزل تتمنى تلعب معه انت ما لعبت معه اعتزل ما لعبت معه وتتمنى تلعب معه منو؟ عبيد الشمري ومحمد اسطوره انزين اختنا شيخه اه يقول تقول لك لو ما كنت تلعب بالقادسيه وين تشوف نفسك؟ يعني شلون مو يعني ولا؟ اذا انت لا انت مو لاعب بالقادسيه مثلا لو لو الله قدر ان انت مو لاعب بالقادسيه هل تشوف نفسك بنادي ثاني؟ اي ممكن اذا انا مو بنادي القادسيه مثلا اكيد راح اتجه لاي نادي ثاني وين تشوف نفسك؟ هنا السؤال تشوف نفسك بفريق ثاني ولا صعب تقول لا صعب قبل وايد بس لا يعني اكيد وهذا طبعا هذا شيء يجي اسئله من الجمهور طبعا هذا يعني واجب لنا ان نذكرهم صراحه ونعم فيهم كلهم ونمسي عليهم بالخير اكيد وانا الأمانة عندي كلمه حق الجمهور ابيك تختم فيها هذا انت لك المايك يا عبد العزيز انا بالنهايه خلصت محاوري وخلصت محاور الجمهور اللي هم حق علينا نختم بالشيء اللي انت تبيه انا اشوف الجمهور اخر اخر فتره ملاحظه انه ممكن قاعد يعاتب اخوان اللاعبين و... وامس طلع خبر خالد ابراهيم الناس يمكن قاعد تنتقد خالد ابراهيم انا اقول حق إنه... يعني الجمهور كامل لكم حق ان تعرفون كل شيء م. ولكم حق الانتقاد ولكم حق واللاعب راح يتقبل هذا الانتقاد لكن انا يمكن انا م... م... اشخاص معينين قاعد اقرا اقرا أك... اقرا كومنتاتهم للامانه في غلط على اللاعب يعني ان شاء الله ما نوصل مرحله انك تغلط على اللاعب أنت لا الاساءه مرفوضه إيه انا الامانه لا, لا اقول لك كله شيء شيء وهذا ما ادري اذا يكون قد ساوي ولا مو قد ساوي ما تدري بعضهم للاسف إيه. حساباتهم ما. ما تدري يعني أه واقول لهم مره ثانيه أه ان شاء الله كل شيء بينحل سواء اللاعب خالد ابراهيم ولا اي لاعب في نادي الغادسيه كل الامور راح تنحل ان شاء الله وعن قريب ونوعدكم ان شاء الله اكيد يعني انا انا مصر وللحين اقول انه اوكي سجلنا الفرق صار يمكن تسع تسع, نقاط, نقاط حاليا عن المتصدرين على المتصدرين لكن مصر اقول تو الناس ورجال ان شاء الله يحسون ان شاء الله نلم بعض خلال فترة الجايه ونرد مباراه كاظمه ان شاء الله في مستوى ونتيجة اكيد ما راح يرضى الشيء هذا الجمهور لكن باذن الله تعالى انهم خطوه بخطوه راح يردون ويفرحون هذا الجمهور اللي بالحر بالبرد كل شيء متابع هذا القادسي ويستاهلون ان نفرحهم وانا اشدد على كلامك عبد العزيز النقد ننتقد اخواننا اللاعبين طول ما باحترام انتقد عط ملاحظاتك لكن لا تقلل ولا تشكك بنوايا الناس اكيد ولا تقول هذا يبي وهذا ما يبي احنا ما نعلم ترى ما نعلم لان طلعت ترى اخبار انه والله خالد ابراهيم عنده مشكله بالعقد لنفرض لنفرض بالنهايه راح تنحل اكيد <تكلم> انا 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 معاكم كجماهير قادسيه نعم احنا ما نتمنى ان ان اللاعب ما يلعب لكن انا اتكلم عن نفسي مستحيل اتكلم معلومه ما انا مو متاكد منها صح لانه ممكن اجحد اللاعب ممكن اظلمه اكيد <تكلم> زائد في امور انا كقد نعم انا هني محايد لكن باللي اقدر عليه طبعا ما راح اقول لك محايد فل يبين انك قد ساوي ماكو زين لكن في امور نعلمها بعض المرات ما تقدر تتكلم فيها صح لان لو تتكلم انت راح تضر فريقك وتضر لعبك تضر ناديك يعني فرساله انه مو كل شيء نقدر نقوله اكيد وبالنهايه هذول عيال ناس لاعبيننا وانا اثق بالجماهير انها قاعد تدعمهم لكن هي قله قليله اللي انت قلت اللي هي تسيء وهذول الامانه ما يمثلون مو جماهير القادسيه ما يمثلون الجماهير الكويتيه بشكل عام بالضبط حبيبنا يا عبد العزيز يا الله يجزاك خير بيبس. على الظهور معنا في تفاصيل مع مشاري انت اللي مشكور يا حبيبي ابو يوسف يا حبيب. واحب اشكرك على الاستضافه هذه وان شاء الله تكون طونت انت انت شخص مميز الله وتستاهل الخير يا حبيبي مشكور على حضورك يا حبيبي الله يجزاك خير